أبطال رابعة ابتدائي، أهلا بيكم مع شرح مادة العلوم من بنك المعرفة المصري. وما تنسوش إن إحنا هنشرح مع بعض بعد ما نخلص الدرس امتحان على اللي إحنا هناخده إن شاء الله، سواء في الحصة دي أو في الحصة اللي جاية. تابعونا عشان أسئلة الامتحانات من بنك المعرفة المصري. هنتكلم النهاردة عن الكونسبت 3، اللي هو بيتكلم عن الضوء والرؤية، او الضوء وحاسة البصر. اول حاجة هناخدها الضوء وحاسة البصر، هناخده بالتفصيل نشاط واحد. لو احنا نبص كده، لو تخيلت ان النور قطع عندك، ايه الحواس اللي انت بتستخدمها عشان تعرف النور قطع؟ طبعا حاسة الايه؟ حاسة البصر. فطبعا الحاسة دي هي بتساعدك على ان انت تجمع معلومات عن البيئة المحيطة بيك في الظلام. فالحيوانات برضو ليها نفس الفكرة، فكرة ان هي ممكن تستخدم حاسة البصر في الظلام بقى من غير ما تنور كشاف زي ما انت بتعمل، عشان تجمع معلومات عن المكان اللي هي عايشة فيه. زي مثلا القطط البرية، اللي هو ايه؟ النمر القزم. نمر القزم دوت ده نوع من القطط البرية، ده بيقدر في الظلام بيستخدم حاسة البصر ان هو يصطاد في الظلام. الصيد في الظلام بالنسبة للحيوانات دي، طبعا احنا طبعا بيبقى صعب علينا ان احنا نشوف بالليل، لكن الحيوانات، في حيوانات بتعرف تشوف، بيستخدموا حاجة اسمها الرؤية الليلية. احنا بنستخدم حاسة البصر عشان نجمع بيها المعلومات اللي حوالينا، وكمان عشان نشوف كويس، وطبعا عينينا بتحتاج للضوء عشان خاطر تشوف كويس. لكن طبعا بالليل بنبقى يعني بيبقى صعب علينا ان احنا نشوف، لكن الحيوانات البرية بيستخدموا الرؤية الليلية. ده في مثلا الحيوان الاول اسمه القط السماك. القط السماك ده قط بري، دايما بيصطاد بالليل بس، وتركيبة عينه بتساعده على ان هو بيجد الفريسة بتاعته. بتتوهج عين القط السماك في الظلام. يعني ايه تتوهج؟ يعني ان هي بتضيء كده، بتنور. في هو اصلا في عينيه حاجة كده زي المراية، بيرتد من خلال الضوء بمجرد دخول العين، مما يسمح لها بجمع المزيد من الضوء المتاح. يعني بيحاول على قد ما يقدر ان هو يشوف عن طريق فكرة المراية اللي بتعكس الضوء، أي ضوء موجود خفيف جدا، بتجمع أي ضوء خفيف جدا موجود وتقدر تشوف من خلاله. عشان كده التكيف ده بيمنح القطط رؤية ليلية دقيقة تساعدها على النجاح في الصيد أثناء الظلام، زي الإيه، النمر القزم ده. طيب، والقط السماك ده اتنين من الحيوانات البرية اللي هم بيقدروا يصطادوا بالليل. طيب تمام. في عندنا النشاط اللي بعده بيتكلم عن ما الذي تعرفه عن الضوء وحاسة البصر. طبعا مصدر الضوء هو اللي بينبعث منه ضوء الخاص. يعني مثلا عندك اللمبة والكشاف والحاجات دي كلها دي مصادر للضوء، لكن هناك أجسام تعكس الضوء في جسم، بيعكس زي المراية مثلا، ده بيعكس الضوء لكنها ليست ايه؟ مصدر للضوء. تمام. عندنا مثلا صورة الشمعة دي طبعا تعتبر ايه؟ مصدر للضوء، لكن دي صورة عادية ملقوطة، طبعا دي ايه؟ دي عاكسة للضوء وليست مصدر للضوء. دي طبعا ايه؟ الكشاف طبعا ده مصدر لايه؟ مصدر للضوء. طيب، لكن الحاجات التانية دي بتبقى عاكسة ايه؟ للضوء. الحاجات دي بتبقى عاكسة للضوء، ده برضو مصدر للضوء، وهكذا. فاحنا عندنا، احنا بنشوف من خلال الضوء اللي بيتعكس على يعني الضوء اللي بيخلينا نشوف الأشياء. يعني إن الضوء بيجي على الحاجة، الضوء يتعكس لعينينا، عينينا تبتدي تشوف. عندنا مثلا النشاط اللي بعده الصيد في الظلام، هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي، وبعد كده الملاحظات عن الضوء، وبعد كده هناخد ان الضوء مصدر من مصادر الطاقة، وتراكيب العين الخاصة للحيوانات، والحاجات دي كلها. Activity 4
اهو الصيد في الظلام. طبعا في الظلام احنا زي ما قلنا احنا مش بنقدر نشوف كويس، لكن في حيوانات ليلية بتقدر، تمام؟ زي القطط وقرود الترسير. قرود الترسير اسمها قرود الترسير. تعال نشوف كده فيديو مثلا من خلال الجزء دوت يكلمنا عن قرود الترسير كده. اهو ده زي ما انت شايف كده قدامك، ده قرود الترسير ده، تمام؟ اي شيء في الظلام واذناه يمكنهم اكتشاف ادنى صوت، تمام؟ ده زي ما انت شايف كده قدامك، ده قرد الترسير دوت. الترسير هو الحيوان الرئيسي الليلي اللي موجود في سولاويزي. سولاويزي دي طبعا تعتبر غابة كبيرة، تمام؟ اهو طبعا شايف عينيه، شايف عينيه عاملة ازاي؟ تحس ان هي فيها ضوء، بيجمع الضوء في عينيه عشان يقدر يشوف فيه، تمام؟ طبعا الحيوانات الليلية عندها قدرة مذهلة على الرؤية ليلا. ان الحيوانات لها عينين مختلفة، دي الحيوانات دي لها عيون مختلفة غير العيون العادية. الحيوانات الليلية لها اعين اكبر حجما من عين الانسان، وحدقات اعين اكثر اتساعا. كما ان العديد من الحيوانات الليلية لديها حواس اخرى مثل حاسة السمع والشم تساعدها على الصيد والتحرك في الظلام. بيرتبط العين الواسعة دي والحدقة الواسعة بترتبط ان هو عندهم حاسة سمع وشم قوية جدا تقدر يصطاد بيها. قرود الترسير ده مثال، ده قرد صغير يعيش في جنوب شرق اسيا، بيبقى طوله حوالي 10 سنتي من غير الديل بتاعه يعني. طبعا ده نوع من الثدييات، الثدييات اللي هي ايه؟ بتولد. ده محتاج ان هو يبحث عن الحشرات والسحالي او الطيور حتى لو كانت ميتة ليتغذى عليها. طب في الضوء الخافت او الضوء الضعيف بتقوم عيون قرود الترسير ده زي عيون البوم بتجميع اي ضوء حولها ثم تعكسه لتوفير صورة واضحة عن بيئتها المحيطة. يعني هو بيجمع اي ضوء خافت حواليها، بيفضل يجمع في الضوء وبعد كده تبص لها عينيه برقت وابتدى يطلع منها ضوء يشوف بيه قدامه. وتتشابه قرود الترسير ايضا مع البوم في العيون الكبيره، بحيث لا تستطيع التحرك داخل تجويف العين. وعوضا عن ذلك تستطيع قرود الترسير تدوير راسها بزاويه 180 درجه. عارفين يعني ايه 180 درجه؟ يعني بتلف في الاتجاه يمين خالص، اقصى اليمين واقصى اليسار، تمام؟ فهي بتقدر قرود الترسير دي انها تشوف الاتجاهات بتاعتها كلها تمام التمام. طيب قدرة القطط على الرؤية في الظلام، القطة اللي انت شايفها قدامك دي بتعرف تشوف بالليل، تمام؟ فهنا القطط وقرود الترسير دي يقدروا يشوفوا بالليل. القرود الترسيب بيقدر عينيه طبعا واسعة، لديه عيون واسعة زي القطط، وبيجمع الضوء الخافت اي ضوء حواليه، لكن الانسان لا يستطيع الرؤية فين؟ في الظلام. النشاط الخامس بنتكلم عن ملاحظات عن الضوء. نتعلم عن الضوء شوية، ده عبارة عن ايه؟ طبعا احنا عرفنا ان الانسان ان حس البصر عند الانسان غير عند الحيوان. ايه الصلة اللي موجودة ما بين الضوء وحاسة البصر؟ طبعا احنا قلنا ان الانسان ما يقدرش يشوف من غير لما يبقى فيه ضوء. لو انت طبعا جبت ده نشاط نوضحه كده. لو انت جبت جسم في صندوق والنظر اليه من خلال ثقب بدون وجود مصدر للضوء، يعني لو جبت صندوق مقفول وحطيت جواه حاجه وخرمته الصندوق وبصيت هتشوف اللي جوه الصندوق؟ طبعا لا. ليه؟ لان الصندوق ما فيهوش ايه؟ ضوء، لن تتمكن من رؤيه الضوء. فطبعا مهما دققت النظر لو فضلت تأقلم عينك على الضلمه اللي موجوده في الصندوق تقدر تشوفه بس مش هتشوف لون، تمام؟ فهنا بنقول ان انت من خلال التجربه دي ما تقدرش تشوف الحاجه غير لما يكون ليه مصدر ضوء، يعني لازم يبقى فيه موجود مصدر ضوء عشان
نشوف الحاجة. فهنا ليه علاقة كبيرة جدا ما بين الضوء والرؤية، لأن إحنا بنشوف نتيجة إن الضوء بتيجي على الشيء وتتعكس لعينينا فإحنا نشوفها، لكن من غير ضوء لا نستطيع رؤية الأشياء، ولو عرفنا نشوفها هنشوفها قطع كده مش باينة المعالم، وممكن ما نشوفش الألوان بتاعتها. إيه بقى الضوء صورة من صور الطاقة؟ الطاقة دي طبعا إحنا عندنا الطاقة كتيرة جدا، في طاقة شمسية، في طاقة كهربائية، في طاقة ضوئية، فالضوء ده صورة من صور الطاقة، تمام؟ فدي مهمة جدا، الطاقة مهمة جدا عشان الإنسان والحيوان يعرف يعيش، فتعتبر الضوء يعتبر صورة من صور إيه؟ الطاقة. والضوء طبعا أول ما بينعكس على العين، الجهاز العصبي اللي في الإنسان يصدر رسالة للمخ، والمخ يبتدي يتعرف على الحاجة اللي هو شايفها. طبعا الضوء مصدر من مصادر الطاقة الأساسية اللي الإنسان والحيوان ما يقدرش يعيش إيه من غيرها، زي الطاقة الكهربائية كده، والطاقة الشمسية، والطاقة المغناطيسية، والحاجات دي كلها. طيب نتكلم في الـ Activity 7 عن تراكيب العين الخاصة. في عيون خاصة زي ما احنا شرحنا كده في قرد الترسير والقطط، ان هو طبعا التركيبة بتاعته عين خاصة يقدر ان هو ايه يشوف بالليل، تمام؟ التراكيب اللي توجد لدى بعض الحيوانات زي حيوان الرنة، تمام، والحصان والقط والكلب، دي ولا توجد لدى الإنسان، يعني دي تراكيب خاصة عشان الحيوانات دي دايما بتبقى معظمها بتبقى متواجدة بالليل. طبعا الحيوانات دي لها ايه؟ لها ميزة خاصة تتعلق بحس البصر، وهي وجود تركيب يميز عينها يطلق عليه البساط الشفاف، فده تكيف تركيبي في العين يوفر لبعض الحيوانات رؤية أفضل خلال الليل. البساط الشفاف دوت عشان يعكس، يعني يجمع الضوء ويعكسه قدامه عشان يقدر يشوف بيه كويس. طبعا البساط الشفاف دوت بيعني نسيج الضوء، نسيج الضوء اللي هو بيتكون نتيجة ان هو العين بتمتص او تاخد الضوء اللي موجود قدامها، اي ضوء موجود حتى لو ضعيف جدا، وتجمعه زي ما قلنا في قرد التسير وفي البوم. طبعا احنا عرفنا ان الضوء هو اللي بيخلي الانسان يشوف، ده طبعا بيحصل ازاي؟ لكي يرى الانسان جسما ما يجب ان يسقط الضوء على الجسم وينعكس الى اعيننا، تنقل التراكيب الموجودة في عيون الإنسان رسائل إلى المخ لنميز ما نراه. هنا البساط الشفاف اللي موجود شايف كده عين القطة، ده البساط الشفاف اللي بيجمع فيه الضوء، تمام، ويقدر تبص تلاقي ضوء العين بتاع القطة بالليل وانت شايف ماشي في الضلمة، تبص تلاقيها منورة كده زي ما انت شايف كده في الصورة. يعتبر البساط الشفاف ده من انواع التكيفات اللي بتساعد الحيوانات على انها تصطاد بالليل او تتجنب ان حد يصطادها، ودي من التكيفات اللي بتحفظ حياتها. والبساط الشفاف هي طبقه رقيقه في مؤخره العين تعكس الضوء، ويقصد بهذا ان الضوء يرتد من خلاله كمرآة، يعني هو لما بيجمع الضوء يبص تلاقي بيعكس الضوء قدامه فبيشوف قدامه كويس، ويعبر الضوء الذي لم يتم تحديده إلى البساط الشفاف حيث يرتد منه مرة ثانية. انعكاس الضوء ده هو التوهج واللمعة دي اللي بتشوفها في عين القطة، هو ده انعكاس الضوء. يسمح البساط الشفاف للحيوانات التي تتمتع به بالحصول على كمية أكبر من المعلومات في الظلام، طبعا مهم جدا. Activity 8 ده البحث انعكاس الضوء، ازاي بيحصل انعكاس الضوء. احنا قلنا دلوقتي ان طبعا الحيوانات بتشوف بالليل عن طريق البساط الشفاف بتعكس الضوء زي ما احنا قلنا. لو احنا جبنا مثلا مصباح ووجهناه ناحية مثلا مراية، فتبص تلاقيه يعكس الضوء بتاعها او اي حاجة طبعا بتلمع، فالضوء بيتعكس. او لو جبت مراية ووجهتها للشمس، تبص تلاقي ان المراية بتعكس ضوء الشمس.
وتبقى الانعكاس دوت بيبقى بصورة مستقيمة، يعني الشعاع بتاع اللي بيتعكس، الضوء اللي بيتعكس بيبقى ايه؟ مستقيم. طبعا سقوط الضوء على المواد المختلفة، تعال نشوف كده مثلا، زي مثلا سقط الهاتف المحمول واصبح به بعض القصور، كيف تتوقع انعكاس الضوء من الشاشة الان بمقارنة بانعكاسه قبل تحرر الهاتف للكسر؟ طبعا هنا لما تبقى في حاجة مكسورة الضوء برضو بيتكسر. ازاي يعني؟ لما انت بيبقى عندك مراية مثلا سليمة وبتعكس الضوء، تبص تلاقي الضوء انعكس بصورة مباشرة ومستقيمة، لكن لو المراية مكسورة تبص تلاقي برضو حصل لما تعكس الضوء حصل انكسار في الضوء. تجرب كده تمسك مراية وتحطها في الشمس مثلا، وتحط وتوجه المراية دي ناحية حيطة مثلا ولا حاجة، تبص تلاقيها عكس الضوء بشكل مباشر. لكن لو المراية دي فيها كسر تبص تلاقي فيه كسر حصل في الضوء. فطبعا الضوء بيختلف انعكاسه على حسب المادة اللي ايه؟ اللي بتعكسه، على حسب المادة اللي بتعكس الضوء نفسها. طبعا الحاجات اللي موجودة في الأول دي للمعلم تيتشر نوت، عشان ما تقولوش إن إحنا ما بنشرحهاش يعني، لا إحنا بنشرح الحاجة اللي خاصة بالطالب. نموذج حاسة البصر، تخيل إنك تستخدم كرة ترتطم بالأرض لتمثل نموذج لكيفية رؤيتنا للضوء المنعكس. اختر جسما من البيئة المحيطة ليمثل العينين في هذا النموذج. اشرح كيفية استخدام النموذج لشرح طريقة رؤيتنا للضوء المنعكس من الأجسام. ضع في الاعتبار كل التعليمات الآتية عند الاكتئاب. أول حاجة، لو أنت جبت مثلا طبعا أي شيء، مثلا لو كورة مثلا وجيت خبطتها في الأرض، فأنت بتشوفها أول ما بتنزل الأرض على طول، ولما بترتفع تاني للأرض لو ارتفعت لفوق خالص أنت طبعا مش هتشوفها غير لما إيه تبتدي تنزل تاني. في الوقت دوت انت اصلا مش بتشوف الكورة غير لما الضوء بينعكس منها، غير لما الضوء بيجي عليها وينعكس ناحية عينيك عشان تشوفه، لانك انت مش تقدر تشوف غير لما يكون في ضوء ينعكس لعينيك وتوصل الخلايا العصبية تقول للمخ بتاعك الحق ان في حاجة لازم تشوفها. تمام. هنا النمر القزم ده هو اللي بيستخدم الصيد الليلي. تمام. الصيد الليلي طبعا ده مهم بالنسبة للحيوانات، مهم جدا، عشان كده الحيوانات دي بتتميز بيه، زي القطط قلنا والقرد اللي احنا شفناه بعينينه الجاحظة دي الكبيرة. طيب، دور الطبيب العيون في علاج عيوب الإبصار. طبعا الناس لما تروح لدكتور وتبقى عندك مشكلة في النظر بيبقى فيه نظارات او عدسات لاصقة. ازاي بتحسن عدسات اللاصقة الرؤية عند الانسان؟ تمام. ازاي بتحسن العدسات اللاصقة ولا النظارات الرؤية عند الايه؟ عند الانسان. طبعا زي ما احنا قلنا ان الضوء بيجي على الحاجة نفسها اللي انت شايفها، يعني مثلا لو قدامك دلوقتي الموبايل اللي انت ماسكه وشايف حاجة على الشاشة، طبعا الضوء بينتقل من الشاشة لعينيك فعينيك تشوف. لكن لو انت نظرك ضعيف فالضوء اللي بيجي على عينيك، عينيك مش بتعرف تلقطه كويس، يعني مش بتعرف تجمع الضوء كويس، عشان كده مش بتشوف كويس. النظارة او العدسة او عدسات اللاصقة بتجمع الضوء اللي طالع من الشيء اللي قدامك اللي هو منعكس اصلا على الشيء اللي قدامك، ويجي النظارة دي تمتصه كله، تبص تلاقيك شفت أحسن بطريقة أحسن، تجمع الضوء بصورة أفضل. لكن لما تكون النظارة مش كويسة أو مغبشة، عشان كده تلاحظ النظارة مثلا لو مش نظيفة فمش هتعرف تشوف كويس. ليه؟ لأن الحاجات اللي عليها اللي مش نظيفة دي بتشتت الضوء، يعني ما تتجمعش الضوء اللي طالع من الشيء بطريقة كويسة. طيب، بكده احنا نكون خلصنا الضوء، وفي عندنا امتحان على الضوء والحاسة البصر في العموم. ادي الامتحان اهو قدامك ان شاء الله. طبعا عشان ما تبقاش لود عليك احنا هنحل الامتحان وهنراجع الدرس تاني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله في الحصة اللي جاية. ده اختبار نهائي الضوء وحاسة البصر، امتحانات من بنك المعرفة زي ما انت شايف كده اهو قدامك. تمام. 3 ورقات امتحان على الضوء وحاسة البصر هنشرحه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. استنونا، بتمنى لكم كل التوفيق، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب
اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيكوا إن شاء الله الامتحان اللي جاي. بتمنى لك كل التوفيق.